لو عبير موسي تحكم ينجم يرجع بن علي؟ نتصور ورأيي هكا، نتصور نتصور إذا كان هي تحكم ومش وحدها بطبيعة، وتكون معها ناس يقسموها نفس المشروع السياسي، وتتغير اللحظة السياسية والمناخ السياسي كما تغير في مصر مع السيسي، وكما تغير في برشا بلدان أخرين. طبعا تغير المناخ السياسي واللحظة السياسية يؤدي طبعا إلى رجوع اللي كان مغضوب عليه وخروج من كان مرحب به، وتتمشكل كارتا كما تمشكات في 7 نوفمبر، كما تمشكات في 14 جانفي، كما تمشكات في 56، كما باش تمشك بعد 10 سنين. معناها هذه ديما راهي الخارطة السياسية ومشهد السياسي يتبدل بتبدل اللحظة السياسية. أما بن علي باش يجي يروح وحده هكا حتى شيء ما تغير، يخو طيارة ويجي السلام عليكم، ما ربيش عندي قضايا نحب نسويهم. معناها مشهد مضحك نتصور. أنا مش الموضوع بن علي مش موضوع قضائي، موضوع بن علي هو موضوع سياسي بالأساس. واضح.